طب صندوق الأسرة يا فندم معمول ليه؟ مهام هذا الصندوق؟ صندوق ده علشان يساعد الأسرة المصرية في الحالات الصعبة أو الحالات الحرجة اللي قد تواجهها فجأة. يعني نفترض حصل خلاف أسري، تمام، والملتزم بالنفقة لم ينفق على أولاده، معنى كده إيه؟ الولاد دول يموتوا بالجوع، الولاد دول يطلعوا من المدرسة، الولاد دول نشيلهم من المدرسة اللي هم فيها ونحطهم في مدرسة تانية؟ لا، الصندوق هيحافظ على استقرار الأسرة في الحد اللي كانت عايشة عليه. نعم، لكن علشان ما تفاجأش في يوم وليلة الحال اتبدل، نعم، خصوصا الأطفال. نعم خصوصا نعم. طب هل يا فندم القانون هيواجه عملية الطلاق السوري اللي بتتم أحيانا، بيتم طلاق سوري لأسباب اجتماعية، لأسباب المعاشات، حاجات بالشكل ده، وبعدين يتحول إلى زواج عرفي؟ الزواج العرفي الناس هتلاقي نفسها أمام القانون الجديد، نعم، يعني بنأيده تماما. يعني في تقييد، هيبقى في تقييد، لأنه مش هيدي أي إمكانية لإثبات أي شيء إلا النسب فقط. نعم، وما عدا هذا مفيش أي شيء يقدر المتزوج أو المتزوجة عرفيا إن هي تستفيد من هذا الزواج. نعم. سيادة الوزير، ماذا تقول للرأي العام أمام حجم الشائعات اللي سيطر على كل أعداد الأسرة المصرية؟ 20,000، 30,000، الحقوا اتجوزوا النهاردة، واحد يكتب يا فندم على الفيسبوك يقول الحقوا تعالى اكتب الكتاب قبل ما يحصل كذا وكذا. أولا، الشخص اللي كتب 20,000 و30,000 ده مش مأذون. نعم، ده يعني بيسمي نفسه، ولو ان التسمية دي مش صح، مساعد مأذون. مفيش حاجة اسمها مساعد مأذون، هو يا مأذون يا مش مأذون. صحيح. لكن اكتشفنا ايه؟ ان في احد المأذونين بيديله وثائق الزواج، هو بيكتب، ويبقى هذا الزواج منسوب للمأذون المصروف له هذه الدفاتر. نعم. خدنا اجراء اداري ضد المأذون وافنعنا العمل وسحبنا منه الدفاتر. والشخص اللي كتب بقى 20,000 و30,000 ده أحيل إلى النيابة العامة. نعم. في واحد كتب 500 و400 كمان. واحد تاني كتب 400 و500، يعني ده يبين لك إيه؟ لما واحد يكتب 30 و20,000 وواحد يكتب 400 و500، ده يبقى في مصادر لهم حقيقية أكيد، ولا ده بقى كل واحد بيفتي وعايز له غرض ما لأنه يطلع الأرقام دي؟ واحد عايز يبين إنه أبو العريف، وواحد عايز يجيب فلوس، واحد عايز يعمل بلبلة، واحد هتلاقي يعني مقارب مختلفة لكل واحد منهم. اللي أنا بس عايز أقول للناس